يقول إنه شاب مسلم يحمل مؤهلا جامعيا في الهندسة، وقد سافر إلى إحدى الدول العربية للبحث عن عمل، ولكنه لم يفلح في ذلك، بينما وجد أن غير المسلمين لهم قبول أكثر وفي مثل تخصصه ذلك، ويفضلون على غيرهم من المسلمين. فرأى أن عدم حصوله على عمل راجع إلى كونه يدين بالإسلام، فقرر أن يعود إلى بلده في محاولة لتغيير مسمى الديانة في جواز سفره. وفعلا سافر إلى إحدى البلاد الإفريقية وحصل على جواز سفر منها بديانة غير الإسلام، ثم سافر مرة أخرى إلى إحدى البلاد العربية ووجد القبول والحصول على وظيفة، ولكنه متألم لتغيير اسم الديانة في جواز سفره، وإن كان هو في داخله يدين بالإسلام ويفخر به دينا. لذلك فهو يسأل: ما حكم عمله هذا، وما حكم كسبه المال بهذه الطريقة؟ أولا، يجب على المسلم أن يتمسك بدينه وأن لا يتنازل عنه لأي ظرف من الظروف، لأن الدين هو رأس المال، هو الذي تترتب عليه النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق الإنسان من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، يجب على المسلم أن يتمسك بدينه مهما كلفه الثمن. وما فعلته في سؤالك في ما وما فعلته فيما ذكرت من السؤال، من أنك ذهبت وغيرت مسمى الديانة إلى ديانة غير الإسلام لتحصل على عمل، هذا شيء خطير ويعتبر ردة عن دين الإسلام، لأنك فعلت هذا وتظاهرت بغير دين الإسلام وانتسبت إلى غير دين الإسلام، والمسلم لا يجوز له ذلك. يجب عليه أن يتمسك بدينه وأن يعتز بدينه وأن لا يتنازل عنه طمعا من أطماع الدنيا. الله سبحانه وتعالى لم يستثني في أن يتلفظ الإنسان بشيء من ألفاظ الكفر إلا في حالة الإكراه الملجي، كما في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فأنت تظاهرت بغير دين الإسلام وانتسبت إلى غير دين الإسلام لأجل الدنيا وطمع الدنيا، لم تصل إلى حد الإكراه الذي تعذر به. نعم، فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والمبادرة إلى تغيير هذا الانتساب، والمبادرة إلى كتابة الديانة الإسلامية الصحيحة في ورقة عملك، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما فات والعزم أن لا تعود لمثل هذا الشيء، لعل الله أن يتوب علينا وعليك. ثم على الجهات المسؤولة من المسلمين وحكومات المسلمين ألا يحرجوا المسلمين إلى هذا الحد، بحيث إنهم يقدمون أهل الديانات الكافرة على المسلمين في توظيفهم في الأعمال وتوليتهم الأعمال، لأن هذا ربما يكون دسيسة من أعداء المسلمين ليصرفوا الناس عن دينهم ويصرفوا الجهال عن دينهم كما حصل لهذا السائل. فالواجب على الجهات المسلمة والحكومات الإسلامية أن تتنبه لهذا وأن لا تحرج المسلمين إلى مثل هذه الحالة التي وقع فيها هذا الإنسان، وفق الله الجميع. اللهم أمين. ما كسبه من الرواتب أو من المال بهذه الطريقة؟ هذا كسب حرام. نعم، لأنه أخذه بطريقة وحيلة محرمة، لكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويترك هذا الشيء. نعم.